السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض السبانخ الني في ني، أحلى سبانخ بأمر الله. ده كيلو سبانخ يا حبايبي، نضفتهم لو في ورقة صفرة ولا حاجة، ونضفتهم العناقيد اللي فوق وخرطته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي، قطع صغيرة اهي. وبعد كده خرطت عليه نص ربطة كزبرة خضراء، نص ربطة بقدونس، ربع ربطة شبت. وبعد كده يا حبايبي قطعت عليه فلفلتين حار خضر يا حبايبي، وقطعت عليه 7 فصوص توم قطع صغيرة يا حبايبي. كل المكونات دي مع بعضها كده وحطيته في مصفى، ونزلت بقى تحت الحنفية بقيت عمالة اغسل فيه بايدي. لازم اما نغسل السبانخ يا حبايبي نحطها في مصفى، عشان لو في تراب او في رملة او في حاجة بتنزل من اخرام المصفى. لحد ما السبانخ نتفت جدا بقت زي الفل، والمية نزلت من المصفى نظيفة جدا. وبعد كده سبتها في المصفى اتصفت من المية، وبعد كده حطيتها في الحلة وهنعملها مع بعض اهو يا حبايبي. مفيش يا حبايبي دقايق بتكون السبانخ اتعملت اهو يا حبايبي. هنحط عليها الطماطم، هنشيل دي كده. ده كيلو طماطم يا حبايبي مفروم في الخلاط ومصفياه، هحطه كده على السبانخ. ودي بصلايه كبيره يا حبايبي مبشوره بالمبشره وعصره منها الميه، هحطها كده على السبانخ. وبعد كده يا حبايبي هحط شويه زيت نباتي ابيض. وبعد كده يا حبايبي عادي جدا ممكن احطها كده على البوتاجاز، هتنزل كل الميه اللي فيها، وبعد كده نقلبها. ولو عايزين تقلبوها وهي زي ما هي كده يا حبايبي براحت راحت. نقلب فيها الطماطم والبصل وكل المكونات الجميلة جدا جدا ده. ودلوقتي يا حبايبي قلبت كل المكونات الجميلة جدا جدا دي مع السبانخ اهو، ودلوقتي راح احطها على البوتاجاز. وبعد كده هنغطي الحلة، ما نسيبش الحلة مكشوفة يا حبايبي، هنولع عليها البوتاجاز ونغطي الحلة ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي السبانخ نزلت كل المية اللي فيها، ما حطت لهاش اي مية ولا اي شوربة ولا اي حاجة، هي المية اللي فيها دي بتاعتها. دلوقتي يا حبايبي السبانخ دي استوى، الشوربة ما بنحطهاش الا اخر حاجة عشان من كتر الغليان بتحدق. هنحط الشوربة دلوقتي يا حبايبي، الشوربه دي عليها كل حاجه، مش هنحط اي ملح ولا اي حاجه لان الشوربه متظبطه عليها كل حاجه. دلوقتي يا حبايبي هحط معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، معلقه شطه من الناعمه يا حبايبي، عشان الفلفلتين الحار ما ولا حار ولا اي حاجه، ما عملوش اي حاجه، عشان عندي هنا ولادي بيحبوا السبانخ حار حار مظبوطه يعني. هنحط كل المكونات دي على السبانخ حبايبي، كل التوابل دي حبايبي بمعلقه صغيره. ودول يا حبايبي 150 جرام حمص هحطهم على السبانخ. الحمص ده يا حبايبي انا بنقعه من بالليل، وبعد كده بسلقه، وبعد كده بغسله بميه ساقعه، ولو في قشر ولا حاجه مكان السليق، عشان الحمصايه بيتشال من عليها القشر، فلو في قشر ولا حاجه في الحمص بنقيه اهو يا حبايبي. هنحط الحمص، ممكن تاكلوها كده يا حبايبي من غير حمص ومن غير اي حاجه، ممكن تبشروا جزرتين كده يا حبايبي وتحطوها على السبانخ. بس عندنا هنا يا حبايبي بقى ولادي بيحبوا الحمص اكتر حاجه، الحمص ده يا حبايبي اللي بنعمل بحمص الشاي. هنقلب كل المكونات دي في السبانخ يا حبايبي، هنسيب السبانخ يا حبايبي تغلب الشوربه والحمص والتوابل اللي حطيناها 5 دقايق، من 5 دقايق ل7 دقايق، وبعد كده نقدمها مع بعض. هنغطي الحله يا حبايبي. ودي يا حبايبي السبانخ الني في ني بالحمص اهي. اعملوا السبانخ الني في ني بطريقه ام احمد وبامر الله، روعه فوق الوصف يا حبايبي، والله ريحه وطعم فوق الوصف. السبانخ دي مفيده جدا يا حبايبي. وصفتنا النهارده يا حبايبي سبانخ ورز بالشعريه وسلطه خضراء. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير واشتراك للقناه، ودعواتكم يا حبايب قلبي، احبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير يا حبايبي. نلتقي في فيديو جديد.